ازيكم؟ في خطبة الجمعة النهاردة شيخ الجامع كان بيتكلم عن النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، وطوال الخطبة كنت مركز جدا وانا بسمعه، لم يتطرق للنفس الجشعة اللي ما بترحمش الناس وبتغلي في الأسعار، ولا النفس المحتكرة اللي بتحتكر بضاعة عندها. وسرحت بذهني وقلت يا ترى لو كان فضلته اتكلم عن جشع التجار وجشع الاحتكار وانه يعلم الناس الاخلاق، انا بنادي رجال الدين وبقول لهم في كل الديانات السماوية في الاسلام والمسيحية واليهودية ياريت تتكلموا عن المعاملة الطيبة وعن قبول الاخر وعن عدم الجشع والاحتكار، ونتكلم عن الاخلاق ونتكلم عن الضمير ونتكلم عن الفساد، بدل ما كل تركيزنا ضايع على قصص بقالها قرون. هو احنا ليه بندعي لبلاد المسلمين بس؟ ما احنا لينا قرايب عايشين في بلاد تانية مش مسلمة، ولينا ابناء وبنات واصحاب عايشين في بلاد ما هياش مسلمة. هل نتمنى ليهم الخراب؟ هل نتمنى ليهم الهلاك؟ هي دي الانسانية والرحمة؟ والله ربنا سبحانه وتعالى لو كان عايز يخلقنا كلنا زي بعض كان عمل كده، لانه هو قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. صدق الله العظيم. أرجو من كل رجال الدين أن يتوحدوا على تعليم الناس الأخلاق والضمير ومحاربة الفساد والمعاملة الطيبة، ويتقبلوا الآخر ويدعوا لكل مريض بالشفاء ويساعدوا في حل مشكلة البطالة، بدل الفرقة اللي بتحصل في كل الدروس الدينية على مختلف الأديان. توحدوا على الإنسانية والرحمة علشان خاطر ده اللي يرضي ربنا. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى.